السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن دا وضيال ومركلة اي موقال عصوب وحد ستوس او قد داوان ايسان براها اينو كلين هاي فيسبوك اي يوتيوب كا اي حديقا تيوب رمضان مبارك ومالين كلي او خير لي او الهي نبات اي عافمات نقصو غارسي طبان كدن بي بشا رمضان ايان كو جرنا ان كو دفا ايدي سنو صلاة ده ان بدينو دعوين كا ان بدينو قرآن اخرس كا ان بدينو صدقوين كا ان بدينو الهينا دلكن يددكن سوماليت ان اوبرينو إن إلهي سبحانه وتعالى وإنو هجاجيو وحان برنامش كنكو إيجينا لباق خضب وحساسي آه أو كلا آه مدى كوباد أو آه صواب طيو آه مسيحين ما ملغوالي تدى دلك أو آه دمودو إن أي كاقاب صدين أريمها دستور كا مركا لغر ريبو بودلان ففاينو هو سيئيا لغه ليا وحا أوكو قان إيه حاسا شق محمود دمان مدحل ما ملغوالي تدى أو أفكا جوغد أو قباي مالينا آن كاهدين أريمها دستور كا سيدو كلانا حاسا شق محمود مدحبينها الصماليا توتي أيو حرتي وحونا آذي فرماها دقالكا حلي أي فشلمين والرذي يدقال الذي كدن كأها مليشي ذا كوحد على الشباب على الشباب ندب أوقب صدين ديغانا بدن أو سند يبركهور لغا حري تو تها أو مدحوينها قشتي محو حلي أن كدن يغيها وان يزدول تاقينا هدي أي تاي مركي يقوري سي أو موقال كانت كدا وان يصبرتين النقو صبير أو كم النقو صاحي بدا حل كان أي نو كلين هاي ومالي نمو اسنين تاريق دونا أي كوبيغان تاي كود بيش أبريل لبده كون أفريل لباتنك وحنو قد قلينا قيبا هوري إيه برنامج كينا ينو كور مرنين ورر ليرا ده أيا كسو بحيا صوب تكينتي إن أفر ما ملغو بلايد أو دالك كويا لا أي مدح دو دكا قابسدان لما عم بيسقب قابسيق دود دحوغن اللي إيه بودلان برنانك إني استاكتو حيليغن كو قصبي إيه دستورك كو سابسن عاديين وحالا قلين جيري إن مدح دو ما ملغو بلايد ده اسكو موقف أي أهادان مدل أي سميستان مركا حالا ده علوس أو سياسيات أي سوكر دان وحانا عادي أهيد إن مدحت مامل قبليتي دا يسبوغدان إسلامار كانا مدبا مدكا كالي و كرراديو تاغيري دين عيسا سي لوغا ورتغو مدحوينها مركاسي حفيسك جوغا و عبرين لوغو سميو لكن هادا حاسا شيخ محمود ايا دور عصوب او سياسة ديد باللابي وحانتان اي مركي لدورتي آد هوس وقود عاي دقدقاقا مامل قبليتي دا حسن مركي حفيسك او يمادي داد بادن وحي كوبرا روين انو سي هوس اوليه الشيي لمان مدحت مامل قبليتي دا سيدا إلاك أكدو فيلا الصومالية اي شاقين madaxda maamul goboleedyada maxaa lagu qanciyay madaxda maamul goboleedyada laba arin in lagu qanciyay ayaa warar hoose ay sheegayaan mid koowaad oo ah in madaxweyne kasta oo maamul goboleed oo hadda jooga laga la shaqeynayo in dib loo doorto labo in madaxweyne kasta oo maamul goboleed oo hadda jooga hadii dib loo dooran waayo muddo xileed dheeraad ah la siin doono oo uu talada ku sii joogi karo qofka hoggaamiyaha ka ah Soomaaliya meesha uu doono ha joogo ilaahay uu noqdo qofka xafiiska dawladda haaqa ama agaasime ama wax la mid ah waxa uu jecel yahay muddo kororsay taasi waa wax caadi ah oo Soomaalida dhaqankeeda marka waxa la leeyahay madaxda maamul goboleedyada Xasan Sheekh Maxmuud uu ku leeyshay marka Puntland laga reebo in muddo xileedkoodan loo dheereynayo oo doorashadii waqti kale looga dhigayo iyo in laga shaqeynayo in iyagu dib loo doorto intii qof cusub uu iimaan lahaa Xasan Sheekh Maxmuud uu mucaaradi lahaa fowdan uu kicin lahaa haddaba taasi markuu waxa dadka qaar ay ku sifeeyeen inay tahay mid muujinaysa in nin walba danihiisa uu ilaashanayo ama hala meel mariyo dastuur ama mid cusub hala qoro ama mid ay horey bulshada u haysatay hala hagaajiyo way wada aamusan yihiin madaxdii maamul goboleedyada xitaa magaalada Muqdisho ma yimaadaan qof walba magaaladiisii ayuu fadhiyaa qof walbana danihiisa gaarka ayuu wataa oo xitaa warbaahinta iyagoo shaqo kale wada lagama arko haddaba marka la fiiriyo qof walbana dantiisa siyaasadeed ayaa gooni u xireysa أحمد مدوبي ما دام الرئيس الوزراء المدير أيهين وكو قصبين يهي إن دولدن أو تاقيرو أما ها حماتو أما هوا ناكسناتي يدوب اللي هذا أحمد وحا مركا لو اسكو ديارين يا إن إساق ديب لو دورتو إسلامر كان فيلا الصومالية يور غارهان حفيزك الرئيس الوزراء أو أرين تسكلا شقين كرو غور عبسي بدن أيو قباء أو أه إن ما هاد محمد سلاد لغو بدلو لكن مدى ماشا تالو حيتهاي مدحليد كيسا صحدا آه إن إسان دورشاد كود عيدونين أو لو بدين أيو إن مدحليد ديرا دالسين دونو سيو حفيسك أسي جوو عبد العزيز حسن محمد لفت قرين واد عركتا معارك يكو كعصنا إيه دورشا أيان ربنا دهي إن إيه هوس ودعين وهي آموسين عبد العزيز نو آموسي تاسيو معنه دو أيتهاي مدحليد ديرا دا إنو آد أرجينيو أما با إن ديبلو دورتو سيدي قروي وكشيغي مدحوينها دولد قبليتكا كونفور قلبيت عبد العزيز حسن محمد لفت كريم هيرشبه اللي ما أها مامول سامين اللي ما أها مامول حتى مدحتوي وليسيني هاي ما أها مامول حلقان لا ترتمي كرا مامول لذا كلي أنكسو الشيكيني لكن سيدا سوايت هاي وحيو كميدي هاي مامول قبليت هذا اللي أقونسيني هاي إدالكا كيجرا مامول كان دافي لأمقالي ذا جوهر
ayaa waxa isaguna loo balan qaaday mudaxleedka in loo dheereyn doono xasan sheekh maxmuud ayaana ka fakaray qofkii uu ku bedeli lahaa cali guudlaawe oo ilmaadeer ay yihiin laakiin taasi waxa ay keentay gabi ahaanba in xasan sheekh maxmuud si isku mid ah ugu qanciyo madaxda Soomaalida ee maamul goboleedyada in arrimaha dastuurka aysan soo fargashan iyaguna tooda la fargashanin hadaba markaad fiiriso dad badan oo siyaasadda aad u darsa waxay leeyihiin siyaasadda Soomaaliya waa ganacsi qof kasta uu u iimaanayo suuqa in uu faa'iido ka sameeyo laakiin waxa qofku isweydiya faa'iidada aad sameeyneyso xalaal ma tahay mise xaraan waaye taasi oo qofka uu sandan ka lahayn hadaba maxamed qanyar afrax ayaa laga hayaa siyaasadda waa ganacsi faa'iido iyo qasaare laga sameeyo laakiin dadka kuma baraarugsana oo ma oga in ay ku jirto meesha wax la yiraahdo lafahaaga caymiso ama lafahaaga ilaasho waxa taasi micnaheedu ay tahay in mararka qaar siyaasadda adiga ay kugu imaan karto oo lafahaaga aad halis gelin karto ama lagugu dili karo ama dhibaato lagugu gaarsiin karo laakiin madaxda Soomaalida taasi xisaab kuma darsadaan micnaheedu maaha in la dilayo qofka laakiin dhibaatooyin ayaad wajahaysaa dhibaatooyinkaasi oo aan la garanayn sida aad uga badbaadi doonto dhinaca kale daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud tuuta ayuu xirtay muddo dhowr bilood ah kadib wuxuuna aaday furmaha dagaalka gaar ahaan aagga xardheere oo al-shabaab ay kulaalayaan ayna doonayeen maalmo ka hor inay dib u qabsadaan laakiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda ilaahay uu bixiyey oo laga hortagay weerarkii ugu xoogganaa oo u qorsheeyeen inay ku qabsadaan xardheere sidoo kale ceeldheer ayay ku wajahan yihiin isaga iyo weli wafdigiisa oo qayb uu ka yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor tuutaha uu xirtay xasan sheekh maxamuud dhowr bilood kadib waxaa lagu qeexayaa inay tahay mid muujinaysa arrimaha dastuurka iyo mashquulkii inuu ka soo jeestay isla markaana xoreyntii dalka uu dib u bilaabayo iyadoo dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada kooxda al-shabaab uu wajahayo fashilkii ugu xoogganaa isla markaana saraakiishii ugu badneyd lagu laayay muddo sanad iyo bar gudaheed ee furmaha dagaalka kuwaasi oo hal tab ay u laayeen ururka al-shabaab shaki xoogganna uu ka dhashay hub badan ayay furteen maleeshiyada kooxda al-shabaab dhammaanna markaad fiiriso dhaqdhaqaaqyadaasi waxaa loo xiray saraakiil kuwo kalena weli waa lagu raadjoogaa al-shabaab dagaalkooda in dib loo bilaabo xasan sheekh maxamuud waxay ka caawinaysaa in taageeradii bulshada mar kale uu dib u helo sababtoo ah inta ugu badan dadka waxay ku taageerayeen in al-shabaab laga saaro guud ahaanba dalka inkastoo dagaalkan uu ka socdo dhulka uu ka soo jeedo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya welina uusan ka bilaaban koonfur galbeed iyo jubbaland isla markaana la eegayo dhaqdhaqaaqa socda hirshabeelle iyo galmudug iyo al-shabaab haddii mar kale laga adkaan karo maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhaqdhaqaaqa uu wado ay la xiriirto ballanqaadkiisii ahaa laba sano gudahood inuu kusoo afjari doono ururka al-shabaab al-shabaab oo ah dhibaato weyn oo soomaaliya ka jirta ayaa marar badan waxay noqdeen mashruuc dagaalkoodana marka laga adkaado al-shabaab dib ayay usoo laba kacleeyaan waxaad maqlaysaa diyaarad ayaa luntay oo deegaan al-shabaab ay joogaan ku degtay saraakiil ciidana la socday hubay waday diyaaradaasi dib looma arko saraakiishiina dib looma arko waxaadna moodaa in caalamkii uu hubeynayo ururka al-shabaab haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii sanad iyo barkiisii ugu horreeyey lagu aaminay dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab haddana dagaalkaasi uu fashil wajahayo waxaa la isweydiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mar kale kalsoonida shacabka ee la xiriiray dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab dib muu soo celin doonaa taasi oo ah su'aal taagan oo laga eegi doono madaxweynaha haddii tuuta uu xirtay isbedelada dhaca iyo dagaalka mar kale sida uu dib ugu bilowdo si kooxdan argagixisada ah dib loogu riixo dhulkii ay qabsadeenna looga saaro wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanid.